بينضم لي ايضا عمر الوكيل. مبروك الفوز بالكاس والبطوله، بطوله كانت فيها احداث كتيره، ايه اللي تقدر تقوله في المباراه النهائيه بعد الفوز على الاتحاد الليبي واصعب المواقف اللي مرت عليكم في هذه البطوله؟ والله الحمد لله، هو الماتش الحمد لله احنا بدأناه كويس، واهم حاجه في اي ماتش بتبقى البدايه بتاعتنا، لو احنا بدأنا كويس بيبقى الماتش بالنسبه لنا كويس وماشي حلو الحمد لله باذن الله. المباراه النهائيه كيف تابعتها في ظل الاتحاد الليبي مباراه مقرره، خدتوا مباراه زيها في الدور الاول؟ والله طبعا انا زي ما قلت لك قبل كده، هي مباراه النهائي بتبقى مباراه مختلفه، بيبقى ليها طابع خاص مختلف. هم بيلعبوا نهائي مش خسرانين حاجه، عايزين ياخدوا اول واحنا كمان عايزين ناخد اول، بس طبعا الجماهير معانا فرقت جدا جدا، اداء اللعيبه في اول الماتش كان كويس جدا، خلانا ان احنا ناخد الليد في الماتش الحمد لله. يعني مبسوطين بالانجاز النهارده، كان عندكم دوري وكاس كمان ان شاء الله عشان تنهي الموسم بشكل كويس؟ طبعا الحمد لله، هو الواحد طبعا فرحان بالبطوله، بس هي خلاص بالنسبه لنا صفحه اتقفلت، احنا عندنا بطولتين كمان باذن الله ان احنا نحققهم وتبقى يعني مصالحه للجماهير والمجلس الاداره ان شاء الله. شكرا جزيلا والف مبروك ايضا.